جزاكم الله خيرا وجزاك. قال لدينا دكتور في الجامعة يقول إن الحق يتعدد، ويستدل بقوله تعالى الذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلامه ما صحيح، الحق ده واحد. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الحق ما بيتعدد، الحق ده واحد، الحق ده واحد، ما في حق وضد حق، لا، حق وباطل. أما الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا أي طرقنا، وقوله طرقنا لو قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم السبل أو لنهدينهم سبلا معليش، لكن قال لنهدينهم شنو؟ سبلنا، سبلنا، سبل منه الله سبحانه وتعالى. وهو هذه الآية المقصود بها أنواع الطاعة وليس طريق الحق. يعني الصلاة طريق للجنة، الصيام طريق للجنة، الذكر طريق لشنو؟ الجنة. دي مش طرق، دي السبل. لكن ما المقصود انه ده طريق الحق؟ الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة، وذات الكتاب والسنة بفهم الفلاسفة، ويكون الاثنين على حق وهم مختلفون، ما بتجي الكلام. لكن المقصود بالسبل هنا طرق الخير وليس الطريق الديني المنهجي، وإنما الطريق الديني المنهجي هو واحد وهو الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على ثلاث، وفي لفظ والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي لفظ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.